السلام عليكم. قالت عدة صفحات ناشطة على الفيسبوك في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء أن جامعة ولاية سكيدة عرفت حادثة خطيرة راح ضاحيتها طالبة جامعية، وحسب ما هو متداول فقد تم نقل طالبة جامعية إلى المستشفى، وهذا بعد الاعتداء عليها من طرف طالبة أخرى بالإقامة الجامعية الحدائق 4 بولاية سكيدة، حسب ما أفادت به صفحات طلابية تنشط بجامعة 20 أوت بذات الولاية. الطالبة والتي تنحدر من ولاية خنشلة حسب ذات المصدر تعرضت للاعتداء من طرف طالبة أخرى ولم تتمكن من التعرف عليها، مسببة لها إصابات مما استدعى نقلها إلى مستشفى سكيدة والتكفل بها صحيا من طرف إدارة الإقامة الجامعية ومدير الإقامة، والذي تنقل بدوره إلى المستشفى.